سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، قبل ما نبدا هذا الفيديو ديال اليوم، سمحوا لي ما صورتش لكم هاد الايام حيت كنت مريضة شوية، ضربني البرد. توحشتكم بزاف وتوحشت التعاليق ديالكم اللي كيشجعوني. اكيد واخا كنت مريضة كنت كنشوف التعاليق ديالكم والتفاعل ديالكم مع القناة. نتمنى نكون كنقدم لكم كاع المعلومات اللي باغيين من هاد القناة، وكنتمنى من الله يوفقني وننجح هذه القناه باش تستافدوا اكثر واكثر. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره، مرحبا بكم. ما تنساوش تخليوا لي واحد الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بجديد الفيديوهات. اليوم غادي نعطيكم افكار لوجبات صحيه ليوم كامل. غادي نقول لكم شنو ممكن تاكلوا في اليوم الحر. فإلا عجبكم هذا الفيديو بقاو معايا. بالنسبة لوجبة الفطور، درت فطور عادي ولكن زوين وصحي. درت بيضة مقلية في شوية ديال زيت الزيتون مع كأس ديال الحليب هكا. بالنسبة للبنات اللي كيشربوا القهوة بزاف، حاولوا تشربوا غير جوج كيسان ديال القهوة حيت القهوة كتبطئ شوية الحرق، اذا تجنبوها شوية. حاولوا تشربوا غير كأس جوج كيسان كاع الا كثرتيو. المهم معك، المهم درت له هكا الحليب بوحديته. درت شويه ديال طوماط سوغيز، والخبز انا عجنته ديال القمح الكامل غير طريف واحد. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الخبز، ربع خبز في اليوم كافيه. غادي ناخذ الغداء ديالي على الساعه الخامسه. بالنسبه للغداء بقاو معايا باش تشوفوا شنو درت. في الغداء درت شويه ديال الرز هكا على هذا الشكل. درت هذا الرز طيبت، درت فيه قطع ديال الجزر هكا مع شويه الجلبانه، وهكا كيجي على هذا الشكل. ودرت دجاج غير واحد طريف هكا، واحد بالنسبه للانطري. درت اون سوب، درت فيها القرعه الحمراء القرعه الخضراء اللفت خيزو، جاتني على هذا الشكل. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش السلطات، ممكن ديروا لي سوب، نوعوا فيهم. راه كنت درت لكم واحد جوج الانواع ديال الشوربات في القناه، مع دابا الجو بارد شويه مزيان ديروا هاد لي سوب هادو، رجعوا شوفوهم حتى هما راه مزيانين وكيشبعوا او ميم طون، تقدروا تعوضوا بهم السلطات. نتمنى الفكره ديال الغداء ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. من مور الغداء غادي ناخذ واحد المندرين، درت فيها هكا حبات ديال هكا شويه ديال الزبيب، غير شي شويه غير شويه وما تكتروش. بالنسبه للبنات اللي ديما عندهم تساؤل ديال شنو ممكن ياكلوا في اليوم الحر او اليوم الفري، قبل ما نجاوب على هذا السؤال، اولا انا كنفضل ديروا يوم حر مره في الاسبوع باش هكا ما تملوش من الريجيم وترجعوا تكملوا عادي. الا عرفتيو شنو تاكلوا فيه ما غاديش تزيدوا في الوزن. باش نشرح اكثر، اليوم الحر كيكون مره في الاسبوع، يعني كنديروا الصيام المتقطع 6 ايام، وكناخذوا واحد النهار حنا كنختاروه، اي نهار في الاسبوع حنا كنختاروه يكون يوم عادي، يعني كنفطروا وكنتغداو في الاوقات ديالنا العاديه، وكناخذوا الكوتي فقط، ما نتناولوش الوجبه ديال العشاء حيت كتكون على ساعه متاخره وما مزيانش ناكلو في الليل. بحال دابا الا تشهيتي شي اكله كتبغيها كلي منها ولكن بكميات قليله، مثال بحال دابا اللي كيبغي بيتزا ديريها وخدي غير بورسيون وحده، غير طرف فقط حيت كل طرف فيه 325 سعره حراريه. الا كلينا الطرف في داك اليوم الحر ماشي مشكل، وغادي تختاروا تاكلوا الاكل اللي كتشهوا غير اما في الفطور ولا في الغداء، ماشي بجوج، ماشي تاكلوا في الفطور وفي الغداء. مثال اخر للوجبات كاين الكسكس المغربي، غير طبق صغير ما يكونش فيه المرق. كذلك ممكن تاكلوا كرواسة في الفطور غير وحده فقط وتكون متوسطه الحجم، او قطعه ديال الكيك تكون صغيره. ممكن تاكلوا الطاجين ولكن حطوه في الطبق ديالكم، كما كنقول لكم ما تاكلوش في الطبق الكبير باش هكا تعرفوا الكميه اللي كليتيو. ممكن تاخذوا حريشه او رغيف مغربي. المهم كاين بزاف ديال الاطباق،
ولكن عافاكم البنات، ماشي غير قلنا يوم حر صافي ديروا اللي بغيتيو، لا حاولوا ديروا ليكيليبر. وهذا اليوم الحر مزيان كذلك حتى الا خرجتيو مع وليداتكم، ولا الا كنتيو معروضين عند شي مناسبه عائليه. نتمنى نكون جاوبتك على هذا السؤال، هذا التساؤل اللي بزاف كيعطيني هذا التساؤل وانا جاوبت عليه اليوم. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابك، الى عجبكم بحال ديما خليوا لي واحد اللايك وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده. ما تنساوش كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم، الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.